تعددت الأساليب والطرق المستخدمة من قبل المزينين واختصاصيي العناية بجمال السيدات حتى نظهر بصورة أجمل. من هالطرق استخدام وصلة الشعر، موضوع فقرتنا الأخيرة ببيتي لليوم مع اختصاص الشعر المستعار جورج كرم. أهلا وسهلا فيك ببيتي. يعني جورج، مثل ما ذكرت أنه الشعر المستعار هو كتير مهم لنزيد نصير أجمل، إذا فينا نقول شو رح تخبرنا اليوم عن الشعر المستعار؟ الشعر المستعار هلأ أنا جايب معي بيركات وإكستنشنز وغرة، رح تفرجينا عنه اليوم. خلينا نبلش بالويجز أو الشعر المستعار اللي فوق، شو بتخبرنا عن كل نوع؟ هلأ البيركات في أنواع مختلفة منه، في شعر طبيعي، في شعر نايلون، وشعر طبيعي كمان في انواع مختلفه فيه. نعم. هلا مثل هاي البريوك اللي رح تفرجينا اياها، هيدي كلها غرس، كلها شعره يعني مشهوره. نعم. هاي البريوك بتطلع مثل جلده الراس، يعني وقت بتنحط على الراس بتطلع مثل جلده الراس. نعم. يعني هيك اذا عم يشوفوا المشاهدين. ايه. انه ما بيبين فرق اصلا. كلها لا ما ببين الفرق، لانه كلها طريقه شغلها هيك من اولها لاخرها. نعم. جورج، بخصوص الاكستنشنز او وصلات الشعر كثير بنشوفها هلا رائجه، وكثير نساء عم يتجهوا نحوها، بتقول انه بقص شعري ما في مشكل واذا بدي طوله بحط اكستنشن. شو فيك تخبرنا عن الاكستنشن؟ هلا الاكستنشن هي عده انواع. نعم. في اكستنشن وصله، يعني اكستنشن خصلتين. نعم. بتنحط بقلب الشعر بيطول فيها الشعر. نعم. بتتعبى. في شيء اسمه خياطه بتتخيط بالشعر بتضلها 3 شهور. نعم. في شيء اسمه كليبسات. نعم. بتنحط بكليبسات وبتنفك، يعني ساعة اللي بدها الزبونة بتحطها بالكليبس وبتشيله. يعني ممكن هي بالبيت تحطها للإكستنشن. ايه ممكن هي بالبيت تحطها. نعم. للإكستنشن. وفي شيء هلا عم بتعلمنا. هلا رح بقول لك كيف بحطوا الإكستنشن وبطولوا الشعر فيها. نعم. اوكي. هلا في عندك الإكستنشن فيها عدة انواع. نعم. في شعر طبيعي اوروبي وفي شعر طبيعي شرقي. نعم. اوكي. هلا الشعر الطبيعي الاوروبي، حسيتك انا. نعم. هلا بتركبها يعني السيده، ما ببين اجمالا انها حاطه اكستنشن. لا ما ببين انه حاطه اكستنشن، بس كيف طريقه تركيبها بتكون؟ يا بكليبسات. نعم. يا خياطه يا تلزيق، واللي هي اذا بدها تخليها لفتره اطول. طبعا اذا بدها تخليها لفتره اطول فيها تحطها خياطه، وكل فترة كل 3 شهور. نعم. بتحطها بتفك الخياطة بتعليها بترجع بتركبها مرة تانية. بالنسبة للعناية بالشعر جورج، عناية بهالإكستنشن بيختلف إذا كان نوعية الشعر لنقول طبيعي أوروبي أو طبيعي شرقي، أو بالنهاية هو شعر يعني؟ لا بيختلف، بتختلف حسب نوعية الشعر يلي هي الزبونة عم بتحطها، إذا عم تحط شعر طبيعي أوروبي. نعم. ولا عم تحط شعر طبيعي شرقي. نعم. أوكي. ما لها تأثير على شعر السيدة اللي عم بتحطها؟ لأنه يقال أنه مع الوقت إذا عم نحطها خياطة أو نحطها رنجات أو عم نحطها بالطريقة اللي عم نحطها فيها ممكن يصير في فراغ مطرح ما نحن عم نعلقها. قديه هذا الشيء صحيح وقديه ممكن تأذي شعر السيدة؟ هلأ الشعر الطبيعي إذا ممكن يصير فيه فراغ مزبوط. نعم. لأنه طريقة تركيبها بتكون غلط. نعم. هلأ ما بيصير فيه فراغ ساعة اللي بتحطيها مزبوطة، يعني بتركبيها مزبوطة. نعم. وهلأ في شيء إذا حدا غرته خفيفة. نعم. في يزيد الغرة تبعيته، وفي غرة رصوصة مثل الموجودين معنا هون. ايه مزبوط، كنا عم نحكي عنهم قبل شوي عنهم هيك، لأنه كتير دارجة الغرة هلأ وكتير من السيدات بخافوا أنه يعملوا يقصوا غرة، بقى بيزيدوا إكستنشن. صح مزبوط. شو الأنواع الأخرى من الإكستنشن؟ هلأ شفنا لتطويل الشعر، هلأ طولنا الشعر، حطينا شعر إكستنشن شعر طبيعي أوروبي. نعم. طولنا الشعر فيه. نعم. هلأ هيدا بينحط يا خياطة يا رينج. مثل ما ذكرت ما في مثلا، لا اذا انا عندي سهره في يجيب اكستنشن معموله مثلا ربطه او الى اخره وتكون سريعه بالنسبه لي وحطها واظهر؟ بلا، في شيء اسمه كو او بوستيش. نعم. بنحط الكو على بينربط الشعر وبتنحط فيها وبتنحط او بتنحط بوستيش. هلا نعم. مثل هيدي غره، هيدي اللي شفتها هلا. نعم. كنت حملتها. هيدي غره. نعم. هيدي غره بتنزاد على الراس، يعني بتنزاد اذا حدا غرته خفيفه بده يزيد الراس فيها، او اذا حدا سيده مثلا حابه يكون عندها غره وهي ما عندها. مزبوط. او غرتها قصيره قصتها. نعم. ايه فيها تحطها. منا صعبه انه تحطها سيده؟ لا 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 منا صعبه ابدا، وبتنقص مثل ما بدها. نعم.
هل الاكستنشنز او وصلات الشعر فيها سيده تصبغهم هي بالبيت ولا لا ضروري انه تروح عند اختصاصي لتصبغهم لانه ممكن يصير في كوارث؟ يعني من نظرتك عم بعرف انه ممكن يصير في كوارث. لا انا بفضل تاخذها عند شخص اختصاصي. نعم. بالاكستنشنز ويصبغها هو. بما انه عم نحكي عن شعر طبيعي بالنسبه لوصلات الشعر، ما في مواد او ادويه معينه لازم نغسل فيها الاكستنشن؟ لانه في ادويه معينه لازم ينغسل فيها الاكستنشن، في ادويه معينه يعني لازم تنتبه السيده هي وعم تغسلها ما تغسلها بالبيت، حتى تاخذها عند اختصاصي يغسل لها اياها. اي اكيد ما لازم تغسلها، لا تغسلها بالبيت اذا بدها تغسلها، بس اذا بدها تغير لها لونها. نعم. بفضل انا تاخذها عند اختصاصي بالشعر المستعار هو اللي يغير لها لونها. شو النصايح اللي ممكن تقدمهم للسيدات هلا جورج؟ هلا النصايح اللي بقدمهم للسيدات حاليا انه في اشخاص كانوا عم بيعانوا من مشكله الصلع. نعم. صلع بالغره، يعني في اشخاص ما بدهم لا يحطوا غره اكستنشن ولا بدهم يوصلوا شعراتهم. بدهم شعراتهم اللي براسهم، يعني راسهم هو يملا يعبى شعر مثل الشعر اللي كان عندهم اياه قبل. في شيء نزل جديد هلا، تقنيه جديده هي غرس الشعر شعره شعره على الراس. غرس الشعر شعره شعره على الراس هي شعر طبيعي بينغرس بجلدة الراس بدون أي عملية جراحية. نعم. يعني الشخص يلي ما عنده شعر شعراته خفيف بيقدر يستعمل هاي الطريقة بدون ما يعمل عملية جراحية. نعم. وبياخد النتيجة يلي بده إياها. نعم. وأكيد بنرجع منذكر السيدات أنه وصلات الشعر هي طريقة كتير هينة لنزين حالنا، كتير سهل نتعاطى معها ومنها كتير صعبة، إن كان من وصلات شعر لحالة أو حتى ويجز أو وصلات شعر كاملة إذا فينا نقول. لا مش ضروري، لأنه حتى الويجز إذا نقصت غلط، إذا نقصت غلط يعني ما يعني بتطلع قصتها غلط، الفورم تبعيتها بتصير يعني غلط. عم تصعب لنا إياها جورج. لا عم بحكيك دغري. نعم، يعني بالنهاية بدي أقول لك شكراً على النصايح وهالموديلات اللي قدمت لنا إياها. أنا أكيد أنه فتنا كثير من السيدات، ومنذكرهم بالنهاية يتجهوا عند الاختصاصي لأي قرار بدو يعملوا، أكيد ما ياخدوا هنا بنفسهم. مزبوط. شكراً لك وأهلا وسهلا فيك ببيتي. ماشي كتير، وبدي أتشكر تلفزيون الآن. أهلا وسهلا فيك. فقرات حلقة اليوم من بيتي انتهت. أنا هلأ بودعكم على أمل أنه لقيكم بكرة مثل العادة. للقاء. لأي استفسار، سؤال أو اقتراح راسلونا على العنوان التالي: تلفزيون الآن، صندوق بريد 500765، مدينة دبي للإعلام، دبي الإمارات، أو عبر الإيميل بيتي@الآن.تي في.